السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنى يوصلكم الفيديو ويصيبكم في احسن الاحوال يا ربي وصحه جيده. بغيت نبارطاجي معكم اليوم طريقتي في احتفاظ بهاد طريقتي بالاحتفاظ ديال الثوم اخضر اي تشيبوليت او كذلك المعدنوس. نوريكم حتى نبارطاجي معكم التجربه ديالي. خليكم مع الفيديو البنات، السلام عليكم. هذا البنات راه كيف ما كتلاحظوا شو راه شتا كتصبت سيمانه كامله ودازت عندنا بحال ما هكا، نهار كتصب فيه شتا ونهار شويه شميشه، نهار شتا ونهار شويه شميشه، سيمانه كامله بحال هكا. شوفوا السطل راه عامر بالماء ديال الشتا وكان كيغطي ضروري البنات بهذاك الميكول بالباش باش السطوله ما يعمروش بالماء بزاف، يعني زهاد واشتراكم عارفين لا تصبت بزاف ولا الماء كيبقى في السطل. وهذوك هادشي اللي غارسين غادي يدير لنا بالماء، يعني غيخسر. من الاحسن كان كيغطيه ومني كتجي الشمس كنعريوه. السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ نتمنى يوصلكم هذا الفيديو ويصيبكم في احسن احوال وصحه جيده. هذه الجريده ديالتي، هذا النعناع البنات كان عندي صغير و تبارك الله كرا كبر، عند المحيبق ديالو راه باقي هنا نيتو غرسو. شوف سبحان الله كان مع شويه، شوف قداش ولا دابا. وهذه الفلفله البنات، الفلفله الحاره راجلي كان دارها في محوق كبير ومني دارت ناضت نبتت دايره نقلها هنايا كما كتلاحظوا دايرهم بحال ما هكا. هذا ورد، هذه ديك الورد صفر، هذا الريحان حتى هو نفس الشكل، زرعوا ونقلوا داروا محيبقات. هذه حتى هي فلفله، هذه حتى هي فلفله، هذا الربيع حتى هو زرعوا مشريناش، هذا دار لي الزريعه ديالو نيت. هذه هي الفلفله البنات، هانت هي جايه كانت صغيره واللي درناها على الزريعه وشو كي كبرت دابا فلفله حاره. هذا المعدنوس على جوج انواع، المعدنوس العادي والمعدنوس هذا. هذا البنات ريحته زوينه مجهده. وهذه ديك تشيبوليت حتى هي البنات شريت صغيره وشو سبحان الله كي داعت. نعرفكم الزرده ديالي. وهذا الخيار شو هو جاي كانت حنا هو غرسناه، هادو اللي كنوريكم راه غرستهم انا ماشي شريتهم نقلات، يعني زرعتهم انا زعما. هادي حتى هي يا البنات الفلفله، هذا حتى هو يا الريحان، فلفله هادي المطيشه هي كبرات هي تبارك الله، هي بدات كدير في الزريعه ديال في النويره ديالها. هذه هي مطيشه البنات، هذه مطيشه، هذه هي هذه القرعه، وانت هذه هي الفلفله. شوف قداش تبارك الله، هذا درنا ما في هذا العام اول مره مني ولا الحجر الصحي راجلي ما صاب ما يدير، ويت لها مع هادو وليت كنعاونو كنغرسو هادشي. هادي المطيشه البنات شفتي هي شحال حاطه ديال النوار، جايه هي تبارك الله. هذا الازير كلشي كيعرف الازير. وهذه البصله حتى هي غرستها، البصله الحمراء هي هنا. حاولت ندور من الجهه الاخرى. هادي حتى هي البنات الفلفله جايه، هذه الشجره ديال اللي حامض كانت هي صغيره تبارك الله حامضه قداش، هي شريتها من ايطاليا. هذه هي حاطه دابا الليمون شي حامض بيو، هادشي كلشي البنات راه بيو. هذه هي الزرده،
دايره البنات دايره فيها كلشي كلشي، كل شويه من شويه يعني، من واحده غير تلاها مع كان الحجر الصحي وواحد معدو ما كيدار، والمقريب ليهم كما كتلاحظوا. وصراحة البنات اللي استغليته اكتر هو النعناع وهذا الريحان مع الشلاضة، وكذلك هذا المعدنوس، هذو اللي كنستغل اكتر، وهذو شوية شوية هما جايين. هذه تاهي هاي منوره تاهي جايه ودارت فلفله، دابا غادي يقطعو، قالك باش يخلف ليا، انا غنقطعو ونغسلو ونقطعو مزيان ونديرو في الثلاجه باش يخلف. شو راه كيقطعها من الفوق هذوك الكبار، وهاد الوليدات راه كيخليهم باش يخلف ويكتر. ها هي حتى المطيشه راه جايه، انا ما شفتهاش ورا شافك الكره، المطيشه هي جايه انتما كيبانوا ليكم صغيرين جايين. ما وريتكم هاد الفليفلات هما، شو هذا غير اللي هنايا، ومازال عندنا صاحبتي الطليانيه عندها واحد الجرده كبيره عطيناهم من المخزن واحد الطروفه، حتى هي دايرين هكا كنا يعني شويه كنديروا حنا هنا في الدار، وشويه كيديروا هما تما في الجرده ديالهم وكنتقاسموا. ها انتم ديروا الربيع، هذا دابا طبيعي يا البنات، شو ما في حتى شي حاجه، ما في لا دواء لا والو. دابا انا غادي ننقيه وغنغسلو وغادي نقطعو رقيق وغنحتفظ بيه بالكونجيلاتور. حتى هادي البنات غنقطعها وغادي نغسلها وغنوريكم كيفاش كنحتفظ بيها وكتبقى خضراء. شتي البنات راه بدات كدير تيبيب وليابسه من التحت، انا غادي نغسلها ونوريكم كيفاش راه نورت دارت نواله ديال الجهه. صافي البنات راه ملي كتبقى بحال قره كترجع تخلف الراسه كتولي كبيره، يعني كاع ما تخافوا منها تجي بحال هكا دغيا كتخلف. المعدنوس هو هذا البنات راني غسلته ونقيته كما كتلاحظوا، دابا غادي نغسل كذلك نفس الشكل وغنخليهم يتسقطروا مزيان، وغادي نقيهم من هادو اللي كيكونوا يابسين بحال هادو اللي كتلاحظوا، بحال ما هادو بحال ما هادو هما بحال هكا كيكونوا يابسين وكيكونوا مارين، نحيدوهم بحال ما هاد الشكل هذا هما. صافي ونتلاقاو. صافي البنات كما كتلاحظوا هذا هو اللي حيدت منه، شو شحال فيه كما كتلاحظوا، خصنا نقيو كامل من هذا الشكل من هذا الشيء يابس. وهذه راه البنات كما كتلاحظوا راه رقيقه يعني كتبقى قطريه، ماشي حنا عندنا بعض المرات كتبع شويه غليظه، يعني اللي متوفر اما هذه كتعدكم من غارسينه في الدار ولا الاخرى اللي كتتباع يعني نفس الطريقه، غير غسلوها وخليوها دابا تتنشف بحال ما الشكل انا مخليها هنا. وكذلك غنعطيكم التربيع راني غسلته ونقيته هو نفس الشكل، دابا انا غادي نقطعو، هذا غادي نحتفظ به في الكونجيلاتور، انا غنوريكم بشويه بشويه الطريقه. صافي البنات انا غنبدا نقطع في الربيع، غادي نقطعو مزيان بهادي.
صافي البنات، من بعد ما قطعتو بحال ما تشكل، دابا غادي نوضعها في اي قنينه عندكم بحال ما تشكل، تكون مصولة وتكون معقمه مزيان. صافي البنات، انا وضعت كميه هنا وكميه غادي نوضعها في الكونجيلاتور، يعني ما غادي نسدها وغادي نوضعها في الكونجيلاتور. وهذه غادي ندير عليها اي زيت، زيت العود، زيت نباتي، اللي بغيتو ليكم نتوما الاختيار. بحال ما تشكل البنات، وكنخلطو مزيان باش يدخل مع الزيت. صافي بحال ما تشكل، وكيبقى محافظ على اللون ديالو. ولا بغيتو البنات تزيدو مع التومة، يستحسن ديرو قرعة أخرى، يعني تخليوها الحوت ولا الدجاج ولا، فهمتي كيفاش؟ ما ديروش كل شيء فيه الثومه الثومه، ولكن من الاحسن عملوا كميه صغيره، من التالي لكم ديروا كميه اخرى. بالنسبه للاكثريه الثومه، الثومه ديروا الكميه اللي على حسب السيمانه اللي باغين تستعملوا باش تكملوها. ديروها للعدس، ديروها الحوت، يعني ليكم نتوما الاختيار. باش ديروا كميه كبيره الثومه راه تصنن لكم، تعطيكم واحد المذاق ماشي زوين في الاخر، ما غتعجبكمش وغادي ترميو الربيع. من الاحسن عملو كميه صغيره. هادو دابا كملتهم البنات، دابا غادي ناخذ هاد تشيبوليت او ثوم قصبي، كل واحد واش كيقول ليه، او ثوم معمر، يعني حتى هو غادي نقطعو بنفس الشكل بحال هكا. حاولوا تقطعوا شويه رقيق. وهذا البنات ما غاديش نقطعوا بهذه، غادي نقطعوا غير تقطع واحد بهذا. صافي كذلك البنات نفس الشكل، كناخذوا قرعه تكون معقمه مزيان وتكون قفالتها ما مصدياتش البنات، تكون باقا جديده حتى هي، غادي ناخذوا بنفس الشكل وغادي نوضعها هنا في بحال ما هكا. صافي البنات، من بعد ما حتى هي وضعتها في هذه القنينه، ضعت كل شيء كما كتلاحظوا، راني خليته شويه غليظ. دابا غادي نوضع فيه توا الزيت نباتي ولا زيت الزيتون، يعني زيت العود، ليكم نتوما الاختيار. ها نتوما اللي بغيتو، اللي عندكم متوفر في الدار، ما تكلفوش على روسكم. بحال ما هكا هي، غادي نخلطها بحال ما عملت في بحال ما الشكل. صدقوني البنات كتبقى فال، انا كان غير بارطاجيت معكم هذه الفكره. صافي حتى هي كنغلقها مزيان، شكي كيتولي من تحت البنات انتما. هذه البنات هي الوقت اللي بغيتو تطيبوا ولا بغيتو ديروا فيها حتى الانسلاطه، يعني مع المطيشه والبصله وتزيدوا واحد العويشق من الفوق، راه زوينه البنات. والفلفله المشويه، ولا تقدروا ديروها في اللحم، بغيتوا ديروها في الدجاج، بغيتوا ديروها في الحوت، ليكم نتوما الاختيار. ولا تا العدس والقطنيات. وهذا هو راه داك الربيع تا هو شاركته معكم بالزيت، وهذا اللي غادي نكونجلي تا هو على حساب الحريره ولا حساب. نتمنى تعجبكم الفيديو ديال اليوم البنات، ولا عجبتكم غتكون تقريبا بزاف ديال البنات في راسهم، وكاينين بزاف ديال الناس ما ماشي في راسهم،
انا اللي غنديرها ان شاء الله غنبارطاجيها معكم، اللي كنعمل وكان عندي في البيت ديالي وكنديرو غنبارطاجي معكم ان شاء الله.